مساء الخير لكل مشاهدي تلفزيون المستقبل وين ما كنتوا عم بتتابعونا. مره جديده مباشره من صاله الرئيس صعب سليم بالنادي الرياضي بيروت بالمناره، الدور الاول لبطوله حسام الدين الحريري الدوليه لكره السله الهوبس بمواجهه نادي النجم الساحلي التونسي. الهوبس الحصان الاسود للبطوله يلي وصل للدور النصف النهائي. بدايه المباراه معي انا معلق المباراه اليوم صبحي ابلاوي وشكيب عكوم على الاحصاءات، ابراهيم مقداش على الاخراج وهبه زيدان على المقابلات. الك هبه. مساء الخير صبحي لك لكل مشاهدينا عبر شاشه تلفزيون المستقبل، اكيد نحن معكم بدوره حسام الدين الحريري لكره السله. اليوم هوبس بمواجهه النجم الساحلي التونسي، يعني علي ام في بي لتو جيمز لهوبس اليوم. المباراه علي اذا فينا نقول تحصيل حاصل لكم، بس بنفس الوقت مهم انكم تربحوها. خبرني شوي اليوم كل الفريق حيشارك، كيف محضرين للجيم اليوم؟ مثل ما قلت انت انه هذا جيم لو خسرناه او ربحناه حنضل اول، بس الكوتشنج ستاف والاداره كلهم طلبوا منا انه نلعب عادي، لانه نحن مش فايتين بالبطوله انه نحرز اللعب او شيء، فايتين ناخذها جيم باي جيم، كل جيم نلعب ويعني نقاتل فيه للاخير، وهذا الشيء اللي جايين نعمله اليوم. حنكون فول سكواد من العاده جايبي، بس لانه معور كتفه، جايبي معور كتفه ما حيكون معنا اليوم بالجيم، بس غير هيك فول سكواد جايين مركزين نحن من اول دقيقه واكيد بدنا نربح الجيم. نعم علي، كمان شغله يعني دوره، هل كنتم متوقعين انه تعملوا هيك نتيجه تربحوا على الرياضي، واليوم بعدكم انتم يمكن الفريق انتم بيروت بعد ما ولا خساره، فكنتوا متوقعين هيك نتيجه؟ ليك الصراحه ما حدا كان متوقع، مش ما حنضحك على بعض، يعني ما حدا كان متوقع هيدي نربح على الرياضي وبارضهم ونعمل مركز اول بالمجموعه، بس الحمد لله عم ناخذها مثل ما قلت لي جيم باي جيم ونشوف وين بنوصل بهالبطوله ان شاء الله. شو متوقع تعمل اليوم كمان ام في بي؟ ان شاء الله. اذا هلا اهم شيء يعني انا ما بفكر بالام في بي، اهم شيء نلعب كفريق نكون كلنا مناح ان شاء الله اليوم، ولاخر دقيقه نربح الجيم، هذا اهم شيء. يلا جود لك لك كمان الى جنب مدرب الفريق كمان، يعني كوتش عملت مباراه كثير كبيره، المباراه الاخيره كانت مع الرياضي، اليوم مباراه يعني تحصيل حاصل اذا فينا نقول، انتم بعدكم ولا اي خساره، بس كمان المباراه اليوم مهمه اكيد لكم تفوزوا فيها، كيف محضر لهالمباراه؟ وبنفس الوقت يعني هل كمان توقعاتك صارت هلا صرت يعني طامح اكثر بانه تفوز بمباريات بعد اكثر؟ ليك اذا بدك مباراه اليوم حتكون مثل مباراتين اللي قبل، بدنا نجرب ما نخسر التركيز اللي عم نلعب فيه، نهار ثاني لعبنا ماتش مع اوكرانيا كثير حلو، كمان نهار اربع خميس مع رياضي، فريق التونسي فريق كثير منيح، مش انه اذا طلع برا منه فريق منيح، قدم مباراتين كبار بس خسر بالدقائق الاخيره، اكيد اليوم بده يجرب على اي يحقق فوز بهيدي البطوله، نحن نفس الشيء بنجرب نخلص ربحانين ثلاث جيمات. هلا كرمال السيمي فاينل النهار الثاني بعد ما بنعرف مين عم نلعب، بكره عم يلعب اتحاد اسكندري والحكمه، سو شوي كمان معقده كيف بدنا نحضر للسيمي فاينل لانه ما حيكون عندنا وقت، عم يلعبوا بكره الثاني عندنا جيم، بدنا نجرب كمان اليوم نبعد عن الاصابات ان شاء الله ما بيصير عندنا شيء ونضلنا بالتركيز. حتستعمل نفس التشكيل اليوم كوتش؟ اليوم عندنا بس جابرييل صليبي عم يغيب، تعود لاصابه بماتش الرياضي، اليوم عم يرتاح ما عم يلعب، ان شاء الله بيكون جاهز للثاني، بقيه الشباب كلياتهم جاهزين. نعم بدي اقول لك جود لك اكيد، خلينا نشوف المباراه كيف حتمشي اليوم. فاذا كمان الى جنبي هشام، هشام جرادي اكيد من الاشخاص يلي اشتغلوا على دوره حسام الدين الحريري، اكيد مثل ما بيقولوا من الالف للياء، هشام لك دور كثير كبير بهالدوره، خبرنا كيف شايفها لحد اليوم الرابع. يعني هلا مثل ما بتعرف المشاهدين كيف عم بيشوفوها على تلفزيون المستقبل، دورة كتير قوية، الفرق كتير قوية، عم بيكون حتى الفرق بالجيم النقاط كتير قريبة وعم تخلص الجيمات آخر بآخر ثواني يعني، لا الحمد لله السنة كتير قوية، كتير كتير قوية الدورة. كمان هشام يعني شغلة أهمية هيدي الدورة لانطلاقة السيزون لكرة السلة بلبنان، أوقات كان في عنا فرق أو يعني أو أحد الأشخاص يتضايقوا من هالدورة، وفي عالم لا تحمس وتشجع إقامة هالدورة، فاليوم كيف بترد؟ هيدي السنة إذا بتنتبه في أربع فرق لبنانية، أربع فرق لبنانية يعني نص الدوري اللبناني موجود عندنا، فهي كأنه بري سيزون للدوري اللبناني، عم يتحضروا الفرق اللبنانية مع فرق كثير قوية يعني بطل العرب وفريق من أوروبا وكذا، فأكيد عم تكون بداية كثير حلوة لبطولة لبنان إن شاء الله.
نكست سيزون معقول نشوف بعد فرق من اكثر بلدان، يعني من غير تونس غير جزائر غير ان شاء الله. هي 30 ف 30 يمكن مش يمكن ان شاء الله تكون مميزه، وبنوعد انه يكون في فرق اوروبيه كمان زياده، والعربيه تكون على مستوى اعلى كمان. يعني المستوى حيكون بعد اعلى ان شاء الله. ثانك يو لك هشام، يعطيك الف عافيه. صبحي اذا سافرت البدايه وانطلاق المباراه بعد دقائق قليله بين هوبس ونجم الساحلي التونسي. شكرا لك هبه، واكيد شكرا للشباب يلي مجهزين لهيدي المباراه. هوبس اللي كان فاز باول مباراه له على تشيركاسي الاوكراني 98-90، بالوقت اللي عم نشوف فيه تشكيله الفريق التونسي ومحمد حجيري، هارون منصور، ماكسي شامبا لاعب جمهوريه الكونغو، ابراهيم نداري ونعيم ضيف الله ومهدي وسلاتي وادم رسال وعمر بن فريج، وبالاضافه لهيثم سعاده، زياد التومي، حمدي برا، يوسف قدور وديمتريوس بابا دوبلوس المدرب اليوناني. من ناحيه فريق هوبس، حبيب عبد الله كابتن الفريق، الياس سعد ونادي هاشم وكريم زينون، مايكل كارمي ويونس حلبي، وبالاضافه لعلي منصور نجم الفريق، جوان جيمس، سي جي جارلز، رايان امين، وبالاضافه ل فلز كونتري فلز وجيسون سوفان، والمدرب هو جاد الحاج. هوبس يلي هو يعني هيدا الطفل مروق راسه، لا ضجه الدي جي ولا ضجه الملعب، بده ينام وقت النوم. على كل الاحوال اللي كنا بدنا نقوله، هوبس هن صناعه محليه لهوبس 100%، وبالتالي اكيد هوبس يلي شكل مفاجاه كثير كبيره بهيدي البطوله بوصوله للنصف النهائي، وهو كان مبين من الصيف انه راح يكون فريق له شان كثير كبير بالدوري اللبناني، وهوبس يلي قدر بفريق تحت 23 سنه، بالوقت اللي عم نشوف فيها الاستاذ نزار الرواس مدير البطوله ورئيس نادي الفداء صيدا، والاستاذ سعد البركي عضو مجلس اداره نادي الفداء صيدا، وأحمد البلوشي من عمان، وعنان عدنان من فلسطين، والجمال من الجمهورية المصرية عم بيقودوا هيدي المباراة اللبنانية التونسية. هيدا النهار يلي عم تكون آخر مباريات الدور الأول بالنسبة للمجموعة الأولى يلي بتضم أيضا الرياضي اللبناني، وبتضم أيضا إلى جنبه شيركاسي الأوكراني. سي جي جايلز واحد من نجوم النادي الرياضي سابقا، إلى رجع احترف بالبحرين، وسي جي جارز عم يرجع يجي على لبنان عن طريق نادي هوبس. متوقع اليوم جمهور يكون كثير كبير للنادي الرياضي بيروت، بعتقد رح يكون فول هاوس الساعة 8، وأكيد جمهور الرياضي ما بده فريقه يطلع من الدور الأول بالبطولة، هو حامل اللقب وهو بطل لبنان النادي الرياضي، وبالتالي النادي الرياضي عنده مواجهة مع شيركاسي الأوكراني الساعة 8 بتوقيت بيروت مباشرة عبر شاشة التلفزيون المستقبل. شاكو على الإحصاءات مثل العادة، وأكيد شاكو دائما منتبه على كل طابة بالملعب. حمدي براح تحت الباسكت، هيثم سعادة بيسجل، الفريق التونسي يلي عم يتحضر للدوري التونسي طبعا، لانه منتخب تونس كان عم يشارك ببطولة العالم لكرة السلة الأخيرة يلي صارت بالصين، وبكره الفاينل الساعة 3 بعد الظهر رح يجمع الأرجنتين وإسبانيا. هلا الأرجنتين يلي عبر سكولا شكلت مفاجأة لكل العالم وقدرت تفوز على فرنسا يلي هي بدورة أقصت أمريكا بالدور الربع النهائي، ولكن الأبرز هو أنه الأي سي بي الدوري الإسباني لكرة السلة هو اللي تفوق على كل الدوريات بالعالم، خاصة أنه 15 لاعب ما بين لاعبين منتخب الأرجنتين ومنتخب إسبانيا بيلعبوا طبعا الدوري الإسباني لكرة السلة. معروف هو تاني ليج بعد الـ NBA دغري، هو الدوري الإسباني للمحترفين، وأكيد من الأقوى بالعالم، وخاصة كمان يعني اللي ما كثير بيعرف كمان في برشلونة وريال مدريد هن مسيطرين على دوري الباسكتبول. علي منصور بوصل له إياها لكريم زينون، حلو كثير هالبنتريشن
من كريم زينون. الميزه اللي عندهم اياها اللاعبين هوبس هي انه دائما عم بيكونوا اسرع من كل الفرق. جاد الحاج هو اصلا مدرب باكاديميه هوبس وحاليا صار مدرب للفريق الاول وعم يعمل نتائج ممتازه. اهم ما في الموضوع انه وفر على جاسم انسو كثير، اكيد وفر كوتش اجنبي، بس جاد كان ادى وصراحه يعني شابو با لجاد الحاج عم يعمل شغل ممتاز. سيد جيلز واكيد لبنان هو الرابح الاكبر لما نشوف لاعبين صغار، وهيدا اللي عم ركز عليه رئيس الاتحاد اكرم حلبي. بتحس رئيس الاتحاد ماشي باستراتيجي مضبوطه انه ما بقى بهمه كثير، لا بهمه بس، ولكن مش اقصى اهتماماته هن الكبار، اقصى اهتماماته يبلش من الصغار، بناء المنتخبات القويه ببلش من الناشئين. تونس اللي عم تشوفوها حاليا الاقوى بالعالم العربي هي ومصر، تونس تحديدا للي ما بيعرف تونس بال 2004 كان منتخب تونس اللي راح على الاولمبيك جيمز عم يلعب بطوله العرب للشباب بجدة بالمملكة العربية السعودية، كنت أنا وزميلي إبراهيم مقداش وقتها عم نغطي هيدي البطولة، وأكيد كانت نواة المنتخب التونسي من هنيك. مصر للمعلومات مصر وصلت كأس عالم ناشئين، كأس عالم شباب وكأس عالم أول، ولكن اليوم الاهتمام المصري بالفئات العمريه ما بيتركوا دوره لا بافريقيا ولا بالعرب ولا بغيره، بينما نحن بلبنان اجت فتره بعد القيمين على الاتحاد اللبناني كانوا كان عندهم مشكله كثير كبيره مع البطولات الوديه، مع البطولات العربيه، مع شو ما كان، المهم انه نحن بس الفرق بالدرجه الاولى هن الانتشبل، وهيدي كانت افشل شيء انعمل لانه تدهورت مستوى كرة السلة، ومن ال 23 بالعالم حاليا نحن بالمراكز بين ال 46 وال 50. حمدي براع لكريم زينون، فالز، اوه فالز بيستعرض، كونتري فالز بيستعرض وبيسجل بسلة الفريق التونسي. 6-2 للتقدم لمصلحة هوبس، تقدم 6-2 طبي لمصلحة النجم الساحلي التونسي. تسديد من المسافة البعيدة بتتسجل عن طريق مهدي وسلاتي، نجم الساحلي التونسي كمان تاريخ كتير كبير ببطولة حسام الدين الحريري. علي منصور عن ارك 3 بوينتس ما بيسجل، حمد براع على العملاق التونسي عم ينطقط الريباوند، مهدي الوسلاتي لحمد براع عم يبرم على البوست، او لا هيثم سعاده اللي كان عم يحصل على الخطا، هيثم سعاده كان عم يحصل على الخطا او تورن اوفر، احمد البلوشي بيقول تورن اوفر، قدمه كانت برم صار على لاين الاوت. اربعه تورن اوفرز من عند شاكو على النجم الساحلي التونسي. فالز بده يخترق، اوه لافل كتير عالي من هاللاعب، لافل كتير عالي من فالز بأعلى البورد، بيقدر انه يسجل 8-4 التقدم لمصلحة هوبس على النجم الساحلي التونسي. هوبس خلط كل الأوراق بهالبطولة. مهدي وسلاتي، تسديدة من هيثم سعادة من المسافة البعيدة، بيسجل منها من نقطتين هيثم سعادة. علي منصور جرب يوصل له اياها لسي جي جايلز، في خطا من هيثم سعاده على سي جي جايلز، بوش كانت واضحه اساسا، يعني سي جي حتى لو خليه يستلم هيثم منه نوع اللاعبين اللي بيلعب ظهره على الباسكت، سي جي بيلعب وجهه على الباسكت اكثر، وخاصه انه لاعب بياخذ التسديدات عن ارك 3 بوينتس، عنده جامب كثير عالي ودائما التنسيق بينه وبين اي جارد بيكون على شكل كثير عالي. فالز، فالز لعلي منصور من نقطتين، علي بيسجل، مستوى ممتاز لعلي منصور. ماكسي شامبل هلا بعد ما شفناه بالفعالية يلي ظهر فيها بمواجهة شركاسي، النجم الساحلي التونسي يلي خسر بطريقة دراماتيكية من شركاسي، كان متقدم كل المباراة لآخر دقيقة أو 12 ثانية رجع تأخر 69-68. برجع بذكر جمهور الرياضي اليوم المباراة الساعة 8، إذا الرياضي بيخسر على أرضه وبين جمهوره بودع دورة الحريري من الدور الأول لأول مرة بتاريخه.
ماكسي شامبا. ماكسي وصل له اياها لهيثم سعاده، بتبقى معه لماكسي شامبا. خلصوا ال 24 ثانيه. حمدي براع بيفشل انه ياخذ الاتمت. 4 دقائق و10 ثواني لنهايه الكوارتر الاول. طابة رح تكون لمصلحه هوبس الفريق اللبناني من خارج الملعب. هوبس باللون الازرق. تسديده من فالز، اوه عن ارك الثري بوينتس. فالز بيسجل عن ارك الثري بوينتس وبيعطي التقدم 13-6 لمصلحه الهوبس. 13-6 لمصلحه الهوبس. تسديده من مهدي الوسلاتي ما بتتسجل. الريباوند لمصلحه فالز. كثير جامب عالي. علي منصور جيسون كيد ستايل. ما معقول شو هالباس، شو هالباس علي منصور. من اجمل التمريرات يلي شايفهم بكل المرات يلي معلق فيهم على الباسكت من 2003 لهلا. يعني فعلا رائعه جدا هالتمريره من علي منصور. وحبيب عبد الله يعني حتى نسينا انه حبيب حط الباسكت علي منصور. كمان كل اللي عم يحضرونا بتونس، اللاعب الدولي التونسي رضوان بن سليمان، واحد من افضل اللاعبين التونسيين على مر تاريخ الباسكتبول التونسي. رضوان بن سليمان العملاق يلي كل ما يكبر بجوهر. رضوان بن سليمان عم يتابع تلفزيون المستقبل مثل كثير من محبي كره السله حول العالم العربي. و15-9 التقدم بست نقاط ما زال لهوبس اللبناني على النجم الساحلي التونسي. مان تو مان ديفنس النجم الساحلي التونسي. كريم زينون عم يتعرض لبرشر من مهدي الوسلاتي. كريم زينون بده ياخذ الاتامت ما بيسجل منها كريم. ماكسي شامبا بيلتقط الريباوند. مهدي الوسلاتي لماكسي شامبا. شو الحل رح يكون من ماكسي شامبا؟ من نقطتين بيسجل. لاعب ممتاز على فكره ماكسي شامبا، أولى نقاطه ولكن لاعب فعال جدا ماكسي شامبا. سي جي جايلز حلوة حلوة كتير، حلوة كتير بينه وبين علي منصور. رائع جدا هالتنسيق وعلي منصور عم بيواصل تألقه بهالبطولة. ماكسي شامبا. ماكسي تسديدة عن ارك على 3 بوينتس ما بتتسجل. علي منصور بيلتقط الريباوند. علي منصور مرة جديدة لفالز. فالز بده يخترع على الباسكت. اوه اساسا هو لو ما تعثر شوي كان طالع يعمل السلام دانك فالز. يعني بهالمباراة شفنا انه بالمباراة الثانية بمواجهة الرياضي عمل بيج جيم علي الليفل تبعه. بهالمباراة عم يعلى الليفل أكثر وعم بيفرجينا مستوى أعلى. كونتري فالز. طب الى مصلحه حمدي براع. حمدي براع لهيثم سعاده وبيسجل هيثم سعاده.
علي منصور، علي منصور ل حبيب عبد الله، جرب يوصل له اياها لفلز، ولكن تورن اوفر، تورن اوفر على الفريق اللبناني. الاوفنس عم يكون تونسي. مهدي الوسلاتي تورن اوفر بالميل الثاني، بسرعه بيعملوا تورن اوفر. جوان جيمس عم يتحضر لدخول لارض الملعب، عم بيغيب عن بيطلع سي جي جايلز وعلي منصور ليرتاحوا، وبيدخل ايضا اللاعب رقم ثلاثه بصفوف الفريق اللبناني جيسون سوفان، من اللاعبين الصغار ايضا بنادي الهوبس. جابرييل صليبي اليوم مصاب، اصيب باخر مباراه بمواجهه الرياضي. جابرييل اللي عم يقدم مستوى كثير عالي بالمباريات اللي عم يلعبها مع نادي الهوبس. تورن اوفر ثاني على التوالي على الهوبس. ماكسي شامبا، مهدي الوسلاتي، مهدي بيخترع على الباسكت وفي خطا لمصلحه مهدي. خطا لمصلحه مهدي الوسلاتي، الطابه راح تكون من خارج الملعب. طابة مع هيثم سعادة، الطابة لمهدي الوسلاتي، ما بيسجل الريباوند لجيسون سوفان، والطابة راح تكون لمصلحة الهوبس. جوان جيمس تحت الباسكت بيرجع بيطلعها لبرا لسوفان، الكوتش عم بيقول له وان شوت، باقي ثواني قليلة. كونتري فالز، شو راح يعمل فالز؟ فالز بيخسر الطابة، والكوارتر راح ينتهي بتقدم الهوكس 19-13 على نادي النجم الساحل التونسي. رح نروح لبريك قبل ما نرجع من بعدها مباشرة لقاعة الرئيس صائب سليم بالمنارة. نرجع نحن وياكم مشاهدينا مباشرة لقاعة الرئيس صائب سليم بالنادي الرياضي بالمنارة. بنرجع لمباراة هوبس اللبناني والنجم الساحلي التونسي بإطار مباريات بطولة حسام الدين الحريري الدولية لكرة السلة بنسختها 29. مباراة رح تكون أكيد قبل مباراة النادي الرياضي اللبناني، واكيد يلي راح يواجه الشركاسي الاوكراني، والمباراه يلي ما بتقبل القسمه على اثنين ابدا، لانه الرياضي عنده حل وحيد فقط هو الفوز للتاهل للدور نصف النهائي. الفريق التونسي عم ينزل الفارق لاربع نقاط 19-15. هل راح يقدر هوبس يكمل الحضور القوي له ببطوله حسام الدين الحريري ويستكمل الصيف الوالع عنده بفوزه ببطوله تحت 23 سنه اللي منظمها الاتحاد اللبناني؟ بدنا نشوف. جيسون سوفان ما بيسجل، تسديده كانت حلوه من جيسون سوفان، خدع عن الكورنر، لانه الديفنس التونسي عم يكون مزعج للفريق اللبناني. عم يفتقدوا الهوبس لجابرييل صليبي بشكل واضح. اوه حلو كثير كثير هالباس من نعيم ضيف الله، لاعب الخبره، للقبدور يلي عم يسجل من تحت الباسكت وبينزل الفارق لنقطتين. ديمتريوس بابا يعمل شغل ممتاز، واضحة بصماته على فريق النجم الساحلي التونسي، فريق منظم، فريق ممتاز. بعتقد شوي شوي بالوقت رح يكون عندهم شأن بالباسكتبول أكثر وأكثر، خاصة بتغيير كتير كبير باللاعبين. يعني رضوان بطل موجود بالفريق، عمر الموحلي بطل موجود بالفريق، وأكيد مكرم بن رمضان، كل هول بيأثروا. جيسون تحت الباسكت يلي بيسجل هو جوان جيمس، عفوا جيمس بيقدر انه يسجل. جيسون سوفان عم بيدافع على اللاعب رقم واحد بالفريق التونسي هارون منصور. قالوا لك الفريق التونسي علي منصور بالفريق اللبناني عم بيلعب كثير منيح، بركي بنزل قرايبه بصير بيلعب هارون منصور. الفاست بريك مع جوان جيمس، بيطلع على الباسكت ما بيسجل جوان جيمس.
تسديده ما بياخذها رسال ادم، ولكن كورت فالس عم يرتكب الخطا. احد اشهر المشجعات خلود ظاهر للنادي الرياضي بيروت، تجي خلود قبل بساعتين على الجيم، واكيد مثل كثير مشجعين للنادي الرياضي. نعيم ضيف الله عن ارك على 3 بوينتس بيسجل، بيعطي التقدم لمصلحه الفريق التونسي لاول مره بهالمباراه 22-21. علي منصور جرب يوصلها لمين؟ لجيمس، طب لمصلحه الفريق التونسي. ماكسي شامبا ترانزيشن ديفنس سريعه كثير كانت من الفريق اللبناني، ولكن رن كثير كبيره 6-0 رن حاليا. واكيد يلي عم يسجل كان نعيم ضيف الله عن ارك على 3 بوينتس، 2 من 2 على التوالي لنعيم ضيف الله. واكيد الباسكت يلي عم تعطي التقدم 25-21، التقدم باربع نقاط. الهوبس يلي تاهلوا للدور النصف النهائي اكيد، ولكن كوت جاد الحاج بده يلعب المباراه بكل جديه. عم نشوف هون بالإعادة نعيم ضيف الله. نعيم ضيف الله كان عم بيسجل، طب لمصلحة علي منصور. علي منصور هالمرة لكريم زينون. جوان جيمس بيحصل على الخطأ، وراح يكون الهوبس عندهم الطابة من خارج الملعب. خارج الملعب طابة راح تكون لمصلحة نادي الهوبس. جوان جيمس تحت الباسكت هالمرة بيسجل، جسم كثير قوي جوان جيمس يعني تحت الباسكت. في لاعب قطع بالنادي الرياضي كان اسمه ليلن ماكدوغل، ما بعرف اذا هالجيل الجديد بتذكر ليلن. ليلن كان هيدا ستيل من الجسم، كانوا يسموه الصخره لليلن لانه ما كان حدا يقدر يهديه. بالوقت يلي كريم زينون عم يلتقط الريباوند، علي منصور طالع على الفاست بريك. اوه حلوه علي، ذكي كثير هالعلي منصور. خامس اسيست بالجيم لعلي منصور، ذكي كثير علي منصور. الهوبس بيعمل 4-0 ران بعد التايم اوت يلي طلبه الكوتش جاد الحاج. فعلا علي منصور بيستاهل بقوه يكون بمنتخب لبنان للباسكتبول. خطا على كريم زينون، البلوشي بيقول في خطا على كريم زينون. التسديدتين رح يكونوا للفريق التونسي عن الفري ثرو لاين. حكم احتسب انه كان عم يطلع على الباسكت ماكسي شامبا. هون بالاعاده عم نشوف كريم زينون وماكسي شامبا. الخطا الثاني على كريم زينون. ماكسي شامبا بيسجل عن الفري ثرو لاين، واحدة من اثنين. ماكسي
علي منصور توصل لكريم زينون. الريباوند كان لنعيم ضيف الله. جديدة عن ارك على 3 بوينتس ما بتتسجل. جوان جيمس قلتات على الريباوند. بتلعب بسرعة الهوبس على الاوفنس. علي منصور مع الطابة. علي منصور وصل له اياها اوبن شوت على الارك على 3 بوينتس تتسجل عن طريق نادي هاشم. اول 3 بوينت له. اسيست جديدة لعلي منصور. الاسيست السادسة لعلي منصور. قدور بيسجل مع الباك بورد. مباراة حلوة كثير ما بين الهوبس والنجم الساحلي التونسي. 28-28 اوه يا علي منصور. متعة علي منصور. متعة متعة متعة. علي منصور متعة بالتمريرات صراحة. بتسميه جيسون كيد، بتسميه جيسون ويليامز يلي كان مع الساكرامنتو كينجز يلي لهلا انا فوت على يوتيوب لاحضر له تمريراته. علي منصور عم يعمل ستيل بطريقة رائعة جدا. حلو كتير الهوبس عم يلعبوا باسكت بول كتير حلو ولكن تورن اوفر. دلوقتي اللي فيه تبديل سي جي تشايلز عم يتحضر للدخول لأرض الملعب. وهي بالإعادة هالسلام دانك. طب الى مصلحة الفريق التونسي. الريباوند لمين راح يكون؟ لنادي هاشم. ريباوند لمصلحة هاشم. شوان جيمس بيحصل على الخطأ. شوان جيمس بيحصل على الخطأ وراح يكون عنده تسديدتين على الفري ثرو لاين. جيمس بيسجل عن الفري ثرو لاين. فول كورت براس من الهوبس. ضغط بكل الملعب. ضغط بكل الملعب. ديمتريوس بابا. مان تو مان ديفنس من الهوبس. دفاع رجل لرجل. 3 دقايق و43 ثانية على نهاية الكوارتر الثاني. تسديدة اوبن شوت لكدور عن ارك 3 بوينتس ما بتتسجل. جوان جيمس رح يحصل على الخطأ. جوان جيمس بيلتقط الريباوند وبيحصل على الخطأ من اللاعب التونسي رقم واحد هارون منصور. كمان مان تو مان ديفنس من علي منصور بيهرب هالمره. تورن اوفر على علي منصور. ما كان عم ينتبه علي انه اللاعب التونسي هارون منصور رجع كمل الركض تبعه ليقدر يعمل الستيل. نعيم ضيف الله 3 من 3 عن ارك على 3 بوينتس بينزل الفارق لنقطه. التقدم لمصلحه الفريق اللبناني 32-31. خير ممثل عم يكون فعلا للبنان. برافو هوبس. مباريات ممتازه. علي منصور. علي منصور بده يسدد هو. علي منصور بيسجل من نقطتين. 8 نقاط 7 اسيست وريباوند لعلي منصور. 34-31. ماكسي شامبا. ماكسي بده يخترق على الباسكت بيردها لنعيم ضيف الله مره جديده. هالمره ما بيسجل نعيم ضيف الله. الريباوند لكريم زينون. علي منصور عم يستلم هو الطابه لحتى
يهدي اللعبة ولحتى يبرم الطابة أكثر على الأوفنس، ولكن كريم زينون بلاقي الطريق وبيسجل مع الباكبورد نقطتين جديد لكريم زينون، نقطته الرابعة بالمباراة، تقدم 5 للهوبس. علي منصور كمان عم يدافع على هارونا منصور، منصور عم يدافع على منصور من نقطتين، ماكسي شامبا ما بيسجل، الريباوند لمصلحة كريم زينون، كريم زينون وفي خطأ لمصلحة كريم زينون، خطأ لمصلحة كريم زينون بالوقت يلي فلز هو وحبيب عبد الله عم يدخلوا لأرض الملعب بدلا من نادي هاشم وجوان جيمس. جوان جيمس بيطلع ليرتاح على البنش، طابة رح تكون من خارج الملعب لمصلحة الهوبس. فلس هوبس اللي عم يلعبوا بطريقة كثير رائعة اليوم، ما عم يستعملوا ابدا الفاست بريك وما عم يستعملوا الركض، يعني جاد الحاج عامل استراتيجي خاصة ليواجه الفريق التونسي، بينما استفاد كثير من عدم جهوزية الرياضي بدنيا بالمباراة السابقة لحتى يتفوق عليه بعامل الجهوزية البدنية وأيضا بالمستوى العالي اللي قدموه لاعبينه. طب إلى مصلحة الفريق التونسي وخطأ لمصلحة نعيم ضيف الله. طب رح تكون من خارج الملعب، الخطأ الثاني على علي منصور بيطلع ليرتاح، علي منصور بيطلع ليرتاح على البنش. كبدور حمد براع ما بياخذ الشوطة، حمد براع بجرب يخترق، حمد براع في ووكينج على حمد براع، في ووكينج على حمد براع، حبيب عبد الله لحيت يونس حلبي بيدخل المرة الأولى عم يشارك بالمباريات، يونس حلبي يبقى محافظ على الطابة وحبيب عبد الله وصل له اياها لكريم زينون عن ارك على 3 بوينتس، ما بيقدر انه يسجل كريم زينون والريباوند لمصلحه الفريق التونسي. دخلنا اخر دقيقه من الكوارتر الثاني، كريم زينون عم يدافع على مهدي الوسلاتي، ضيف الله يلي قدر يرجع الفريق التونسي هو بتسديداته عن ارك على 3 بوينتس، هارون منصور ايربول ما بيسجل منها، تورن اوفر والبوسيشن رح تنتقل لمصلحه الفريق اللبناني، تبديل جديد، جيسون سوفان راح يدخل بدلا من كريم زينون، جيسون سوفان راح يدخل بدلا من كريم زينون. هذا جاد الحاج كوتش نادي بيروت. فالز فالز باسكت كاونتد، بدنا نشوف الحكم المصري شو راح يحسب، بدنا نشوف الحكم المصري، تو شوتس، الحكم بيقول تسديدتين منا محسوبة. فالز عم بيسجل، تايم اوت للكوتش التونسي، الكوتش اليوناني للفريق التونسي قبل 28 ثانية على نهاية الكوارتر الثاني. Pass the ball.
After this, Harun, go corner. When that's the ball, Yusuf, Candy. This means from nine behind you. انتهاء التايم اوت. اخر ثواني على الكوارتر الثاني. هارون منصور طب لمصلحة الفريق التونسي. ديفنس اللبناني عم بيكون كتير اجريسيف وفي خطأ من سي جي جايلز. خطأ من سي جي جايلز الخطأ الثاني على سي جي جايلز. رح يكون عنده تسديدتين عن الفري ثرو لاين. الفريق التونسي جاد الحاج عم يطلب من طاولة الحكام انه اذا تسجلوا هالنقطتين بده تايم اوت. مهدي الوسلاتي رح يكون موجود على الفري ثرو لاين. الاولي ما بيسجل منه مهدي الوسلاتي. نشوف الثاني اذا رح يقدر يسجل منه مهدي الوسلاتي. مهدي الوسلاتي الثاني عن الفري ثرو لاين بيسجل منها تايم اوت للكوتش جود الحاج. نشوف جاد شو راح يعمل وكيف راح يرسم خطته باخر 9 ثواني من الكوارتر الثاني. تايم اوت. They are playing the press, okay? Habib, you set the screen for Ali and you open up, KC, you go for the handle, okay? If not, you just pass it and you lock KC, you flash here. CJ, you get more here. H, pass it to Ali, Mafi press, you run behind CJ to get also Corti. You guys, you set in good screen, then you step in. Ali is pushing from here. So I have CJ setting the screen for Corti. You're screening inside, you have H coming and you have KC here. It's a hand low screen. انتهاء التايم اوت. 9 ثواني لنهاية الكوارتر الثاني. علي منصور لنشوف شو الخطة اللي رسمها كوتش جاد الحاج. اوه ضيعانا يا علي على المسطرة. كانت انتهاء الكوارتر الثاني بنتيجة 38 هوبس اللبناني 32 النجم الساحلي التونسي. رح نروح نحن وياكم لبريك قبل ما نرجع من بعدها للكوارتر الثالث والرابع من هالمباراة.
وياكم مشاهدي تلفزيون المستقبل، عودة مباشرة لصالة الرئيس صائب سليم بالنادي الرياضي بالمنارة، وعودة لمتابعة الكوارتر الثالث والرابع من مباراة هوبس اللبناني والنجم الساحلي التونسي بإطار مباراة بطولة حسام الدين الحريري الدولية بنسختها 29 لكرة السلة. صبحي بلاوي أكيد رح كون معكم لمتابعة التعليق على هالمباراة، زميلنا المخرج إبراهيم مقداش، وبالإضافة لشاكو زميلتنا هبة زيدان أكيد يلي كانت وما زالت عم تعمل المقابلات خلال المباريات، وأكيد شاكو على الإحصاءات. كل اللي عم يحضرونا هلا كمان زميلتنا يمنى نوفل يلي عم تحضرنا كمان بهالوقت، كثير عم يتابعوا كرة السلة عبر شاشة تلفزيون المستقبل. ثانك يو لكل اللي عم يتابعونا. طبعا رح تكون لمصلحة نادي هوبس. هوبس اللي عم يقدموا مباريات ممتازة. واكيد عم يعملوا بطولة ممتازة. جاد الحاج بحوار مع مدير الفريق فيصل العاوي. فيصل يلي كمان عم يشتغل كثير لحتى دايما يكون في افضل الاجانب بفريق هوبس. الجمهور الرياضي يلي بلش يوصل كمان للملعب. حلو كثير كانت هالتمريرة لادم رسال، وهيثم سعادة من تحت الباسكت بيقدر انه يسجل. لاعب رقم 13 لمصلحة هوبس اللبناني. فاست بريك مع كريم زينون، وباسكت ان لكريم زينون. باسكت ان واكيد ماكسي شامبا. ماكسي شامبا يلي عم يرتكب الخطأ، وكريم زينون. مباراة كبيرة اليوم لكريم زينون، 7 نقاط لهلا لكريم زينون، 5 ريباوند، وبعدنا على ال 1-3-1 يلي عم يلعبوها الهوبس وعم يدافعوا فيها بطريقة كثير حلوة. الهوبس عم يلعبوا ديفنس اليوم، وعلى مين؟ على النجم الساحل التونسي اللي عادة الفرق. اوه حلوة اليوم، اليوم التمريرات عم بتكون ولا اجمل من الفريقين، خاصة لهلا اجمل تمريرة عم بتكون بكل الجيم هي لعلي منصور. علي منصور طبعا يلي من افضل اللاعبين حاليا بالدوري اللبناني لكرة السلة، وبعتقد انه علي رح يكون عنده شأن كثير كبير بالمنتخب اللبناني، مستوى عالي ولاعب راكز هادي على ارض الملعب، واكيد
من اللاعبين المميزين جدا علي منصور، تسديده من هيثم سعاده ما بتتسجل، الريباوند لكريم زينون، والطابه رح تكون لمصلحه الفريق اللبناني مع كريم زينون مره جديده. كريم بوجهه في ماكسي شامبا، سي جي جايلز، سي جي جايلز بيسحط على ارض الملعب، بيقوم سي جي بسلامه، بيبقى سي جي اكيد عنده تسديدتين. لا، الحكم بيقول من خارج الملعب، احمد البلوشي من عمان، وبالاضافه ايضا هي احمد البلوشي من عمان وعنان عدنان من مصر من فلسطين ومحمد الجمال من جمهوريه مصر العربيه. علي منصور، اوه دعانا يا علي، بيستعرض حتى بالفيك علي منصور، ولكن استعراض فعال منه، من الاستعراض المتهور يلي بيضيع الطابات وبيعمل تورن اوفرز. حلو كثير يا كريم، حلو، عم يلعبوا موسيقى الهوبس اليوم بالتمريرات، حلو كثير كانت من كريم زينون، طابه رح تكون من خارج الملعب ايضا لمصلحه الهوبس. اربع ثواني باقي لنهايه هالهجمه، فالز بده ياخذ التسديده، فالز، اوه كثير صعبه اساسا، كثير صعبه الطريقه يلي كان عم يجرب فالز انه يسجل منها. واكيد فالز من اللاعبين المميزين عم بيكونوا ايضا بهالبطوله، البطوله كل الاجانب فيها عم بيكونوا مستواهم جيد جدا، مش بس هيك حتى اللاعبين المحليين، انا برايي لاعبين الهوبس اللبنانيه حتى بغياب اليوم جابرييل صليبي وقت عم يكونوا على الملعب عم بيعطوا اكثر من الاجانب، وخلونا نحن بنعرف يعني اللاعبين التوانسي الجزائريه المصاروي اساسا ما بيعتمدوا على الاجانب نهائيا، ان شاء الله نحن بنوصل بمحل على لبنان بطل نعتمد على اللاعبين الاجانب، ولكن صعب لانه ما عندنا السايز، شعب قصير نحن، منا شعب طويل، يعني السايز والقوه البدنيه منا موجوده. هلا كان في بلان للاتحاد اللبناني للباسكت انه يبلش يفتش على لاعبين بالمناطق الريفيه، لانه دائما اللي بيعرف الرياضه مزبوط معظم اللاعبين والرياضيين اللي بيطلعوا ابطال بالعالم بيكونوا من الارياف وليس من المدن، المدن دائما اهتمامات الشباب فيها حتى لو كانت رياضيه، ولكن منا بتروح على الاكستريم بالرياضه مثل ما بيروحوا المناطق النائيه والبعيده. تسديده كانت ناجحه لنعيم ضيف الله عن ارك على 3 بوينتس، علي منصور عن ارك 3 بوينتس ما بيسجل، كريم زينون بيلتقط الريباوند وبيحصل على الخطا، كريم زينون ضيف الله يلي كان عم بيسجل عن ارك ال 3 بوينتس، 4 من 5 عن ارك ال 3 بوينتس، افضل سكورر بالجيم هو نعيم ضيف الله وهو لاعب اوف ذا بنش، عم يقدر يسجل 14 نقطة بمقابل 11 نقطة لكونتري فيلز، وايضا 10 نقاط لجوان جيمس، وكريم زينون 7 نقاط، 9 نقاط لهيثم سعادة. كريم زينون على الفري ثرو لاين عم بيضل يضيع الأولى، كريم زينون، وكريم زينون عنده فرصة تانية، كريم التاني بيسجل منها، واحدة من اثنين لكريم زينون، طابة لمصلحة نعيم ضيف الله، ولكن البراسي اللي عم يعملوه هوبس عم يخسروهم ثواني كتير للنجم الساحل التونسي قبل ما يوصلوا على منطقة الهوبس وينظموا الأوفنس. هارون منصور لنعيم ضيف الله هالمرة كاد يرتكب التورن اوفر وبيعمل تورن اوفر، كريم زينون ما بيسجل، كريم زينون والطابه لمصلحه ماكسي شامبا، وخطا لمصلحه ماكسي شامبا، خطا لمصلحه ماكسي شامبا، الخطا الثالث على علي منصور، بده ينتبه عليه، ثلاث اخطاء على علي منصور، ثلاث اخطاء على علي منصور. عم نشوف ماكسي شامبا لاعب جمهورية الكونغو، سي جي جايلز على البنش مرة جديدة، اليوم 0 بوينتس سي جي، وأكيد يعني اليوم يلي عم يسألنا عن علي منصور إذا كان بأكاديمية الرياضة، لا علي منصور طول عمره بأكاديمية الهوبس، أوه
وحلوه التمريره كمان، تمريرات رائعه اليوم بهالمباراه، عم نشوف باسكت بول حلو. 42-44 علي منصور لكونتري فالز، فالز بيجرب يخترق على الباسكت ما بيسجل، الاوفنسيف ريباوند لفالز ايضا، علي منصور بده يرجع يلعب الاوفنس المنظم، علي منصور بيحصل على الخطا، علي منصور لقى انه الحلول عم بتكون صعبه بالتمرير وتوزيع الكرات، قرر انه يخترق على الباسكت علي منصور، وهون عم نشوف في الاعاده الخطا يلي بيحصل عليه علي منصور. كل اللي عم يتابعونا هلا جمهور النادي الرياضي مطالبين بالنزول للمناره لحتى يكونوا الى جانب فريقهم في هالمباراه. علي منصور عن الفري ثرو لاين عم بيسجل، علي منصور الأولى بيسجل منها، علي منصور تاني أيضا بيسجل منها، علي منصور دبل فيجرز بالنقاط، نقطته العاشرة لعلي منصور، عشر نقاط لعلي منصور وعشر نقاط لجوان جيمس، 11 نقطة لكونتري فيلز أفضل مسجل بالهوبس. هارون منصور مان تو مان ديفنس، هارون منصور شو الحل رح يكون حمدي براع ضيف الله هالمره، فالز عم يطلع له يسكر له الشوطه، بلاك شوت من فالز، بلاك شوت بلاك شوت من فالز. خلينا نشوف الحكام شو عم بي شوف الحكام شو راح يحتسبه. عم نشوف هون بالاعاده عم يعترضوا ليش عطون 14 ثانيه جديد. طب راح تكون من جاد الحاجه للحكم عنان عدنان الفلسطيني عم بيشرح له. الهوبس اللي عم يعترضوا على الطابة ولكن الحكام بقوا على قرارهم. خمس دقائق لنهاية الكوارتر الثالث، خطأ خطأ لمصلحة قدور، اللاعب يوسف قدور، والخطأ لمصلحة يوسف قدور، خطأ على جوان جيمس، الخطأ الثاني ماكسي شامبا. يوم ما شفناه بالفعالية اللي معودنا عليها ماكسي شامبا، سبع نقاط بس لهلا. قدور حلو كثير هالباس، نعيم ضيف الله ما بيسجل، الريباوند لجيمس من فوق الكل قدر يلتقط الريباوند. علي منصور، علي منصور عم بيدخل بين دفاعات الفريق التونسي، فالز 46-42، فالز بيحصل على الخطأ، فالز بيحصل على الخطأ. زميلتنا رشا خطيب هيئتها جيعانة، جاي جيعانة على الماتش. طيب رح تكون لمصلحة كونتري فالز، فالز بيسجل 3 من 3 عن الفري ثرو لاين لفالز، نقطة ال 12 مع 3 ريباوندز. هوبس عم يتقدم بخمسة، وهوبس عم يتقدم بستة حاليا، 48-42، 4 دقائق و 36 ثانية لنهاية الكوارتر الثالث. علي منصور جرب يعمل الستيل، هارون منصور ما بيسجل، حمدي براع بيلتقط على الاوفنسيف ريباوند، ما بيسجل، علي منصور بيعمل سيف للكره، والبوسيشن تبقى لمصلحه نادي الهوبس من خارج الملعب. كريم زينون هو عم يطلع الطابه بدلا من علي منصور، هيدي ميزه الهوبس يعني الجاردي الاثنين بيقدروا يطلعوا الطابه، مش واحد يعني، عنده كمان اوبشن انه كريم زينون بيقدر يطلع له الطابه للهوبس. عم بيريحوا شوي من البريشر لعلي منصور. كريم زينون على الفري ثرو لاين بيسجل 3 من 4
على الفري ثرو لاين. التامي بيسجل منها كريم زينون. دبل فيجرز بالنقاط، 10 نقاط لكريم زينون. 50-42 فارق 8. ماكسي شامبا مجرب يلاقي الحل. ماكسي شامبا يوسف قدور مع نادي هاشم، مسماتش واضحه لمصلحته ليوسف قدور. ماكسي شامبا ما بيسجل الريباوند لعلي منصور، وكريم زينون مع يوسف قدور جرب يوصل له اياها لعلي منصور، ولكن ايضا اللاعب هارون منصور عم بيلعب بطريقه ممتازه. هاللاعب التونسي آل منصور اليوم مسيطرين على الملعب، التونسي واللبناني. هيدا هارون منصور اللاعب التونسي اللي عم يلعب بشكل ممتاز. ثلاث اخطاء على جوان تشيمز، طابه رح تكون من خارج الملعب. عم نشوف هون بالاعاده شو اللي صار. علي جرب ما قدر، وهون جوان تشيمز الحكم احتسب خطا، والطابه رح تكون لمصلحه الفريق التونسي. بريس مره جديده دائما مثل العاده جاد الحاج ما بوقف بريس، واكيد اللي بيساعده صغر سن لاعبينه، بيعطوه الحريه انه يضل عم يعطيهم تعليمات ليعملوا بريس ويحطوا بريشر. بالوقت اللي تسديده من هارون منصور ما بتتسجل. ماكسي شامبا يلتقط الريباوند، يوسف قدور بقوه بيطلع على الباسكت وبيسجل. يوسف قدور نقطته أساسي وبنزل فارق لستة، 50-44. علي منصور من نقطتين، وفي اوفنسيف فاول على جوان جيمس. أربع أخطاء على جوان جيمس. سي جي جايلز عم يتحضر للدخول لأرض الملعب. سي جي جايلز رح يدخل كمان. سي جي غريب اليوم، زيرو بوينتس لهلا بعد ما شفنا سي جي عم بيسجل. ثلاث لاعبين من الهوبس عندهم 10 نقاط. حمدي براع عن ارك الثري بوينتس وبيسجل مع الباك بورد. حمدي براع بينزل الفارق لثلاثه، 47-50. مباراه حلوه كثير عم بتكون وحماسيه بين الهوبس اللبناني والنجم الساحلي التونسي. علي منصور بيسجل. علي منصور نقطه ال 12. علي منصور 12 نقطة لعلي منصور، 12 نقطة لعلي. بالوقت يلي حمدي براع بده يدخل على الباسكت وبيقدر انه يسجل. حمدي براع وعم يطلب جاد الحاج من حبيب عبد الله كابتن الفريق انه يتحضر للدخول لارض الملعب. هالمرة تورن اوفر من علي منصور، تورن اوفر على علي منصور، والطابة رح تكون لمصلحة مين؟ لمصلحة الفريق التونسي. من خارج الملعب اخر دقيقتين بالكوارتر الثالث. منصور سي جي بيضايق كثير. سي جي يعني اذا ما قدر يعمل بلوك شوت بيقدر يضايق ويمنع التسجيل. حبيب عبد الله بوصل لها لكريم زينون، ولكن تورن اوفر على الهوبس. يعني الريم بروتكتور يلي مثل سي جي يلي بيكون شغلته فيها على الدفاع كثير من البلوك شوت، وبيكون دوره هو يحمي الريم، شغلته بتكون مزعجه لانه اذا ما سجل بيمنع الفريق الثاني انه يسجل بريحه. خطأ لمصلحة الهوبس، الخطأ الثالث على نعيم ضيف الله أفضل سكورر بالفريق التونسي، عم يرتكب الخطأ الثالث. الخطأ الثالث على نعيم. تسديدتين على الفري ثرو لاين رح يكونوا لسي جي. هلا حيقدر سي جي
واكيد كمان يعني العداء الصحراوي اللبناني علي وهبي اللي عم بيتابعنا، واكيد علي اللي دائما مشرف لبنان بدخوله بكتاب جينيس للارقام القياسيه، وعلي اللي دائما عنده نشاطات انسانيه رياضيه. دقيقة و15 ثانية لنهاية الكوارتر الثالث، 49-52 ماكسي شامبا، اوه ما بيسجل حمدي براع، اوه سي جي جايلز رائع جدا هالبلوك شوت من سي جي. ماكسي شامبا بيهرب هالمرة، ما بده يقرب، في حمدي براع بده يدخل على الباسكت، سي جي كان بالوقت المناسب ليعمل البلوك شوت بطريقة كثير حلوة على حمدي براع. عم نشوف جيسون صوفان بالاعاده، عم نشوف هون بالاعاده وبلوك شوت من سي جي جايلز. حمدي براع بيسجل عن الفري ثرو لاين، 52-51 التقدم اللبناني بنقطة لهوبس على النجم الساحلي التونسي. طابة إلى مصلحة فالس عن آرك على 3 بوينتس، ما بيسجل الريباوند، ريباوند لمصلحة هيثم سعادة، ومنصور عندهم فرصة يتقدموا مرة جديدة. الفريق التونسي تقدموا مرة واحدة بس على الفريق اللبناني، ولا نشوف اذا راح يتقدموا بالمره الثانيه. هارون منصور ما بيسجل، الريباوند لكريم زينون لفالز، اوه فالز بيسجل بطريقه استعراضيه، والنقطتين جديد له، النقطه رقم 15 للاعب رقم 33 بصفوف نادي هوبس اللبناني، والتقدم 54-51، 17 ثانية لنهاية الكوارتر الثالث. One open. They play pressing. Randy, out. They play pressing. All the time for us. Okay. They have bombs. Play smart. Don't start from threes. Priority, low cost to play for foul. Now. Okay, now. عم نشوفهم بالعادة كريم زينون وهالاسيست لفالس اللي بيسجل نقطته ال 15. كونتري فالس نشوفهم بالاعاده، يوسف قدور كمان للفريق التونسي. برجع بسكر اليوم الساعة 8 مباراة الرياضي اللبناني وشركاسي الاوكراني بإطار مباريات بطولة حسام الدين الحريري الدولية بنسختها 29 لكرة السلة. سبعة عشر ثانية لنهاية الكوارتر الثالث. ماكسي شامبا براشر وبرس جاد الحج، ما بوقف تعليماته على كل طابة على كل باس بنلعب، ما بيوقف أبدا. ماكسي شامبا عن آرك على 3 بوينتس ما بيسجل، الكوارتر الثالث عم ينتهي 54-51. رح نروح اكيد لبريك اخير قبل ما نرجع من بعدها مباشره لقاعه الرئيس صائب سليم بالمناره ومباراه هوبس اللبناني والنجم الساحلي التونسي.
عودي نحن وياكم مشاهدي تلفزيون المستقبل، عودي مباشرة لقاعة الرئيس صعب سليم بالمنارة، متابعة مباراة هوبس اللبناني والنجم الساحلي التونسي بإطار مباراة بطولة حسام الدين الحريري الدولية بنسختها 29 لكرة السلة. برجع بذكر هوبس تأهل إلى الدور النصف النهائي وعم يلعب فقط على صدارة المجموعة، وبالتالي هوبس يلي وصل هو وبيروت ممثلين للبنان، اتحاد السكندري تأهل ايضا، بيبقى بطاقة واحدة للدور النصف النهائي يلي هي رح تجمع مصر ولبنان، يعني رح تجمع النادي الرياضي والاتحاد. سي جي تشايلز اسيست حلوة، كريم من الزينون اليوم، كريم زينون عم بيعمل بيج جيم، 10 نقاط 9 ريباوندز 4 اسيست. علي وكريم سوا عاملين لحالهم 11 اسيست للهوبس من اصل 12. ماكسي شامبا بده يسدد عن ارك على 3 بوينتس ما بيسجل، علي منصور بيلتقط الريباوند فاست بريك، او دعانا كريم زينون ذكية، برافو كريم، عارف انه سي جي معه دايما بيلبي بالموجات العالية. علي منصور الراي الهادي صاحب التمريرات الرائعة، علي منصور او دعانا يا علي، طب الى مصلحة ماكسي شامبا، ماكسي وبيسجل ماكسي شامبا 56-53 التقدم بفارق حاليا عم بيكون 3 نقاط. كريم زينون ما بيسجل، سي جي جايلز بيحصل على الخطأ، سي جي جايلز بيحصل على الخطأ، وسي جي جايلز بالوقت الحساس عم بيقدم مستوى مميز لمصلحة نادي هوبس. نعيم ضيف الله عم يتحضر للدخول لأرض الملعب، نعيم ضيف الله عم يتحضر للدخول وبيدخل للملعب بدلا من آدم راسيل، بالوقت يلي سي جي جايلز رح يكون موجود على الفري ثرو لاين الأولي بيسجل منها سي جي. سي جي اليوم ما شفناه عن ارك على 3 بوينتس، سي جي جايلز ثانية، سي جي بيسجل منها ايضا، سي جي جايلز 4 نقاط لسي جي جايلز والتقدم بخمس نقاط لهوبس 58-53. حمدي براع بجرب يخترق بيحصل على الخطا، حمدي براع 30 خطا احتسبوا لهلا بهيدي المباراه، وراها المباراه برجع بذكر الرياضي اللبناني رح يلعب مع شركاسي الاوكراني الساعه 8 ومباراة اكيد مباشرة على الهواء، يعني حنبلش شي 8:05 اذا تاخر هيدا الماتش، اكيد هو شكله رح يتاخر، يقدر اللاعبي يعملوا ورم اب، ولكن رح تكونوا بمقابلات مع زميلتي هبه زيدان. بالوقت يلي فالز بيعمل الستيل والفاست بريك مع علي منصور لكريم زينون، وفاست بريك مثاليه للهوبس، علي منصور عم بيعمل اسيست جديده، 12 نقطة لكريم زينون، 12 نقطة لعلي منصور، 8 اسيست لعلي منصور. مباراة ممتازة، 7 نقاط التقدم لمصلحة الهوبس على النجم الساحلي التونسي. ماكسي شامبا، ماكسي بلاك شوت من فالز، والطابة رح تكون لمصلحة الهوبس، طابة لمصلحة الهوبس من خارج الملعب. نعيم ضيف الله بيقوم بسلامة، نعيم ضيف الله طبعا من خارج الملعب، وعلي منصور عم يطلع الطابة، بول هاندلر الهوبس سي جي جايلز لكريم زينون، كريم تورن اوفر على كريم زينون، ماكسي شامبا معه كريم، وماكسي بطريقة ذكية بيسجل نقطته ال 11، طب الفيجرز بالنقاط لماكسي شامبا، خمس نقاط التقدم للهوبس. سي جي جايلز بيجوا في نعيم ضيف الله، سي جي فيد اواي بيسدد بيسجل بنجاح، من المرات القليله اللي بشوف سي جي بيعمل هيك موف، سي جي عاده بياخذ تسديده من برا، بس عم بيلعب هالمره ظهره للباسكت، وهو من المرات القليله اللي بيلعب ظهره للباسكت.
الوسلاتي الوسلاتي طاب الى نعيم ضيف الله ولكن تورن اوفر. كريم زينوم وصلها لفالز دعانا فالز ما بينجح انه يسجل والريباوند ما نجح انه يعمل كنترول عليها الفريق التونسي والبوسيشن راح تكون لمصلحه الفريق اللبناني مره جديده مع 14 ثانيه جديد. نشوف هون بالاعاده فالز حبيب عبد الله خطا طابة راح تكون من خارج الملعب طابة لمصلحة علي منصور ولا مصلحة الهوبس اوت اوف باوند فالس تحت الباسكت وبيسجل بطريقة ذكية نقطة ال 17 لفالس 17 نقطة لفالس 17 نقطة لفالس طابة راح تكون لمصلحة النجم الساحلي التونسي علي منصور بيعمل الستيل والكنترول لمين راح يكون بالنهايه لمصلحه الفريق التونسي ولا مصلحه ماكسي شامبا فلتت منهم للهوبس يعني الطابه غريبه كيف فلتت منهم للهوبس غريبه كيف الطابه فلتت منهم للهوبس وبالنهايه علي منصور عم يقود فريق الهوبس على هالاوفنس 6 دقائق وثلاث ثواني تقدم بست نقاط أو 7 نقاط للهوبس فالس شو هالباس فالس لحبيب عبد الله رائع جدا هالباس شو هالباس الرائع من فالس رائع جدا بدي اطلب من المخرج ابراهيم بكداش بس فيك بوب جا فرجينا هالباس الرائع من فالس رائع جدا ماكسي شامبا شو الحل من ماكسي اليوم ماكسي 13 نقطة 3 اسيست 3 ريباوندز ولكن منه بالفعالية اللي شوفوا شو عمل بالباس لكن كيف مرق هالباس الرائع جدا جدا كان عم بيطلع وجهه لميلة سلتو ولعب الباس على الويك سايد حبيب عبد الله لحاله لكن الويك سايد ما في حدا هنيك نعيم ضيف الله ما قدر يلحقه اخذ التسديد وقدر يسجل منها يعمل الفارق 10 نقاط لمصلحة الهوبس تسديده من يوسف قدور ما بتتسجل الريباوند لكريم زينون 10 ريباوندز لكريم حبيب كريم صار عنده دبل دبل 12 نقطة 10 ريباوندز فالز بخبرة عم يرجع يهدي الاوفنس فالز جرب يوصل له اياها لسي جي جايلز والطابة لمصلحة ماكسي شامبا ماكسي شامبا في خطأ من حبيب عبد الله 5 دقائق لنهاية المباراة التقدم بعشر نقاط لمصلحة الهوبس ثلاث أخطاء على حبيب عبد الله ثلاث أخطاء على حبيب عبد الله والطابة من خارج الملعب ماكسي شامبا طابة لمصلحة الهوبس رح تكون الحكام بيقولوا الطابة لمصلحة النجم الساحلي التونسي جاد الحاجة اللي عم يطلب من اللاعبين ويعملوا سويتش على كل شيء بالوقت يلي يوسف قدور عم بيسجل عن ارك على 3 بوينتس بينزل الفارق لسبعة يوسف قدور نقطته التاسعة كمان اوف ذا بنش 9 نقاط حلو كتير لعلي منصور بايده الشمال حبيب عبد الله حلو كتير كمان هالباس من كابتن نادي الهوبس حبيب عبد الله باونس باس لعلي منصور اللي بيطلع بيسجل بايده الشمال مع الباك بورد بيعطي الفارق 9 للهوبس نقطته ال 14 لعلي منصور هيثم سعادة بزوف في سي جي بده اكيد يطلع لبرا لعند الوسلاتي عن ارك 3 بوينتس ما بيسجل سي جي جايلز لحبيب عبد الله كريم زينون جاد الحاج عم يطلب من لاعبينه يرجعوا يروقوا الملعب علي منصور عم يستلم الطابه اكيد لحتى ما يسرع بقى اللعبه اكثر هوبس معه 9 نقاط ما لازم يتسرع ابدا يلعب لازم كل الثواني للاخر تسديده من علي منصور ما بتتسجل هالمره من علي منصور والطابه لمصلحه ماكسي شامبا سريع كثير ماكسي شامبا
كريم زينون لعلي منصور، وعلي منصور ما بيسجل لمين الريباوند، الطابة لمصلحة الهوبس رح تكون. طابة لمصلحة فلس، فلس لسي جي، سي جي بيعملوا تورن اوفر الهوبس، جرب بيعمل الستيل علي منصور الوسلاتي بتبقى الطابة معه، برشر دفاعي من الهوبس ايضا، 9 نقاط التقدم لهوبس اللبناني على النجم الساحلي التونسي، تسديدة عن ارك الثري بوينتس ما بتتسجل، سي جي جايلز ايضا ما بيعمل كنترول، بدهم ينتبهوا ما يضيعوا الفوكس ابدا لاعبين الهوبس لانه الفريق التونسي خطر وبيقدر بأي لحظة يعمل كومباك. خلينا نشوف هون أكيد تايم أوت للكوتش اليوناني ديمتريوس بابا يلي رح يعطي تعليماته لفريقه. جاد الحج أكيد كمان رح يعطي التعليمات. التعليمات يلي بعتها عم تنعطى بهالاثناء من المدربين من الكوتش اليوناني ديمتريوس للفريق التونسي، وايضا من كوتش شاد الحاج المدرب اللبناني لفريق هوبس اللبناني. طابة من خارج الملعب. طابة من خارج الملعب، نعيم ضيف الله عن ارك الثري بوينتس ما بتتسجل، ماكسي شامبا بيلتقط الريباوند، هارون منصور من نقطتين، الحكم بيقول نقطتين، نقطتين فارق بينزل لسبعه، دخلنا اخر ثلاث دقائق بهالمباراة. هوبس بده يلعبوا اكيد بكل تركيز على الاوفنس، ما بده يجربوا ابدا يعملوا تورن اوفر. جوان جيمس دخل على الرغم من الاخطاء الاربعه، جيمس عم يجرب يدخل لتحت الباسكت، فايد اواي شوت حلو كثير من جيمس، فيك رائع كان ظهره على الباسكت، بيعمل الفايد اواي شوت وبيسجل نقطه ال 12، بيعطي التقدم مره جديده بتسعه لمصلحه هوبس اللبناني على النجم الساحلي التونسي. ماكسي شامبا، يوسف قدور عن ارك الثري بوينتس ما بيسجل الريباوند، لمين راح يكون؟ جوان جيمس جرب يعمل سيف للطابة، ولكن بالنهاية الطابة لمصلحة نادي الهوبس، الحكم المصري بيقول الطابة لمصلحة الهوبس. 2:20 اعتراضات، محمد الجمال الحكم المصري وعنان عدنان الحكم الفلسطيني ومشاورات بين الحكام، بيرجعوا للحكم الأول أحمد البلوشي. ٦١ 71 دقيقتين و14 ثانية، علي منصور شو الحل رح يكون من الهوبس، مرتاحين على وضعهم الهوبس، بيلعب الثواني للآخر، في خطأ لمصلحة جوان جيمس، كان عم يجرب فلزي شوت من بعيد كثير، ولكن جاد الحج عم يقود المباراة بشكل كثير مميز. صعب اليوم اختيار أفضل لاعب بالجيم، يعني بعتقد ايس ووتش بلاير اوف ذا جيم، ايس ووتش افضل لاعب
رح نعطيها بنهاية المباراة بالتنسيق أكيد مع شركة آيس ووتش ومع أستاذ ربيع حاسبين لنشوف مين رح يختاروا هن كأفضل لاعب. انتهاء التايم اوت، انتهاء التايم اوت 71-62 التقدم لمصلحة هوبس اللبناني على النجم الساحلي التونسي، والطابة رح تكون لمصلحة هوبس من خارج الملعب بعد خطأ. 2:07 جاد الحاج اعطى التعليمات، واكيد ديمتري اسبابا بيعرف انه الهوبس عم يلعبوا بطريقه كثير حلوه وصعب كثير انك تعمل كومباك عليهم. هلا مع هالتسديده ما بتتسجل، الريباوند لمين؟ لنعيم ضيف الله، خاصه يعني شفنا كثير بهالمباريات، واحدة منهم مباراة النجم الساحلي التونسي وشركاسي، كل المباريات عم تنتهي بآخر ثواني، وخاصة أيضا كمان مباراة الحكمة والاتحاد السكندري، ومبارح الحكمة وبيروت. فريق التونسي عم ينزل الفارق حاليا لسبع نقاط، وعلي منصور يلي عم يعمله عم يروق الملعب، بده يلعب ال 24 ثانية للآخر. علي منصور رح يبقى عم يعمل دريبل لحتى يروح الثواني للاخر. علي منصور بول اب ما بيسقط، اوه يا علي منصور شو حلوه هالباس، وعلي منصور ما معقول علي منصور بكل رواق بيقدر يلتقط الريباوند الخامس وبيقدر انه يسجل. انتهاء التايم اوت، خطأ على علي منصور، علي منصور خطأ الرابع على علي منصور، دقيقة و 14 ثانية، يعني شوي صارت صعبة على الفريق التونسي، ولكن علي بده ينتبه ما يرتكب الخطأ الخامس. طب إذا مصلحة هارون منصور، هارون تسديده ما بتتسجل، حمدي براع تحت الباسكت بيسجل البيج جاي التونسي حمدي براع، دخلنا اخر دقيقه
علي منصور مرة جديدة على الأوفنس. علي منصور بيكمل على الباسكت يا زكي. علي منصور ما كمل ما طلع، عارف انه ما بده يضيع ابدا الثواني، بده يستخدمهم للاخر، وكانت صعبة شوي لانه الديفنس كان لاحقه لعلي منصور. فالز عم يلعب الثواني للاخر، لكس ام بي اي، فالز بده يدخل على الباسكت. اوه بكل رواق بيقدر انه يسجل فالز الهوبس يلي عم بيعمل بيج جيم مرة جديدة، والحصان الأسود للبطولة بكل جدارة هوبس اللبناني عم بيعمل 3 من 3. وفوز على مين؟ على أحد أعرق الأندية التونسية، النجم الساحل التونسي. ما كفيه فاز على الرياضي، هوبس كمان عم بيفوز على الفريق التونسي. فإذا مبروك للهوبس. رح انتقل لعند زميلتي هبة زيدان لإجراء المقابلات، وأفضل لاعب بالمباراة هو علي منصور مرة جديدة. صار عنده كولكشن ايس ووتش، صار عنده كولكشن ايس ووتش علي منصور، يعني 16 نقطة 9 اسيست 5 ريباوندز لعلي منصور. على كل الأحوال علي منصور صار عنده كولكشن ايس ووتش، وإحصاءات طبعا عم نشوفهم ليتم تجهيز تسليم الجائزة بمنتصف الملعب. مرة جديدة علي منصور فإذا مرة جديدة علي منصور عم يحصل على جائزة. علي منصور فإذا آيس ووتش بلاير أوف ذا جيم عم يستلمها زينون. علي منصور كمان رح يكون معي بعد شوي كمان جيم اوف ذا مان اوف ذا جيم. كريم لعبته فيري جود جيم، يعني ماشيين بتيمبو كثير حلو من اول الدوره لهلا. هلا بلش الجد التحضيرات لنصف نهائي. شو متوقع من الفريق نصف نهائي وكيف رح تكون تحضيراتكم؟ هلا تحضيراتنا مثل كل جيم، نشوف مين بقى نواجه قبل شيء، نعمل فيديو سيشن عليهم. بس في الفريق اسكندر وبيروت اثنيناتهم فيري تاف تيمز، فمين ما يطلع بوجهنا نحن الحمد لله جيم باي جيم عم يتحسن البرفورمنس تبعنا، بس لازم نضل عم نتحسن ان اوردر نوصل لبعيد. بس نحن مثل ما بيقولوا التارجت تبعنا جيم باي جيم ناخذها وبنشوف باخر الجيم شو بيصير. قد ايه السبيريت مهمه كريم؟ يعني عم نشوفكم عن جد تيم واحد، ايد وحده كلكم لتقدروا تحققوا هالنتائج. يعني بعرف في يوم راحه بس بين كل مباراه ومباراه، ربحتوا على الرياض، اليوم عم تربحوا على كمان، ربحتوا على النجم الساحل التونسي كمان 100%. تحضيراتنا يعني عم بيكونوا انه ما عندي كثير وقت لتحضر، فعم بيكون نحن الكيمستري اوف كورت كمان، هذا عم بيساعد على الملعب. يعني كلنا رفقه، بنخلص تمرين بناكل لقمه سوا، فهيدا بيلدز كاركتر اوف كورت مش بس اون كورت. يلا جود لك بالنص نهائي اكيد كمان، يعني ما عم يشبع. شو كم ايس ووتش صاروا؟ مش لي ما بلبس ساعات. يلا علي كمان اليوم انت الام في بي، يعني غير سكور عم نشوف كل اسيست ولا الثاني احلى من الثاني. شو عم تعمل؟ شو صاير معك؟ يعني هذا الشيء ما بقدر اعمله لحالي، اكيد بوجود كل ماي تيم ميتس، هن اللي عم يساعدوني عم يخلوني اعمل كل هالشيء اللي عم بقدر فيد فيه الفريق. والثقه اللي عم يعطيني اياها كوتش جاد ما بدي خبرك عليها، فالحمد لله عم نقدر نتوفق. اهم من كل هول الساعات والام في بي وهذا انه قدرنا نجيب الربح، وعملنا خلصنا اول بالمجموعه من دون خساره. بدنا نركز بكره تمرين وان شاء الله الاثنين سيمي فاينل، وليش لا نوصل على الفاينل ان شاء الله. مين بتفضلوا تتلاقوا بالدمي فينال؟ ما بنحسب حسابات، بكره جيم اتحاد اسكندريه وبيروت، اللي حيخسر حيلعب ضدنا نحن بالسيمي فاينل. فريقين قوي كثير قوي، مثل ما قلت انت هلا كان بدي اقول لك اللي حيخسر حنلعب ضده، فريقين ما بحس في فرق كثير بيناتهم. ان شاء الله بيروت يربحوا اكيد ويتصدروا ويكونوا مثلنا كمان، ما خسرين ولا جيم، لو فريق اخرته من لبنان، والاحسن يربح ان شاء الله. يلا جود لك لك عقبال الايس ووتش الرابعه. صبحي اكيد للعوده لعندك بعد دقائق كمان مباراه جديده بين الرياضي وشركاسي الاوكراني، مباراه كثير مهمه لفريق الرياضي اكيد لانه اليوم الخساره ممنوعه، الربح اكيد هو اللي لازم اليوم لفريق الرياضي ليتاهل لنصف النهائي. ثانك يو لك هبه. فاذا مشاهدينا لهون رح نوصل لختام النقل المباشر الاول لليوم، رح نرتاح حوالي ربع ساعه. كنت معكم للتعليق على هالمباراه صبحي قبلاوي، شاكو على الاحصاءات، هبه زيدان على المقابلات، وابراهيم مقداش على الاخراج. الى اللقاء.